بعد اذنك اقول لك بعد اذنك هروح جزيرة غمام كيف. جزيرة غمام؟ ده قالوا لك فين دي؟ دي بلدي بس انا ما عرفش كيف ارجع لها. كيف يعني بلدك ابو عمو ما انتش عارف ترجع؟ انا مش من هنا، هم خطفوني وطلعوني الجبل وانا هربت منيهم ولقيت روحي هنا. مين دول اللي خطفوه؟ بتوع الجبل، الغاشي ورجالته. الغاشي؟ ما تسبح دي وانا اطلعك على الطريق. لا السبحه دي لا. ده من ايه ده يعني ابو عم؟ دي هديه الشيخ مديه، ما فرطش فيها. هات اي حاجه عشان اطلعك على الطريق. ما نعيش غير عبايه خلدون دي. خذها. تبرد. مش مهم. كده مش بتاعتي. كده اريح. خذ. يلا بسم الله. اوه ما قلت له صحيح. انت هربت من يوكي. ما اعرفش. غمضت عيني لقيت روحي هنا. باه. غمضت عينك لقيت روحك هنا؟ ليه؟ ولا انت؟ لا. ايه ده؟ الغاشي ورجالته؟ يا ابو العباية. قال لك غمضت عيني لقيت نفسي هنا. ليه؟ نال الخطوة انت. قرد عبيط. نعم عاوز ايه يا خلدون؟ سيدك خلدون. سيدي وسيدك ربنا احد سبحانه وتعالى. معذور اصلك نسيت اصلك يا ماضي. انا اصل انضف من اصلك يا خلدون. نسيت يا ماضي لما كنت عتصيد وسط البحر وحواليك جمعة وعجاب وجمعة ضربت الشمس وجع وسرقت السمك اللي كان في شبكته، ولا نسيت لما رحت عشية على عجاب ومرت وفتحت لك وحاولت تسكت حسك. أنا قلت بس عرفك مقامك. عرفت ومش انت لوحدك، كل نفر في جزيرة غمام انا عارف عيب كل نفر وعارف عمل ايه.